طيب خلينا يعني طبعا يعني كان لازم يكون معانا كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والحقيقه ما منعش ابدا في احتراف مريم تروح الامارات. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا استاذ عادل. في البدايه طبعا احنا بنهنيك على المستوى والاداء الرائع الفني للفرق النادي كلها، مش بس الفريق الاول سواء رجال او سيدات، لا ده حتى الناشئين والناشئات، بنهنيك يا كابتن على الاداء الرائع خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك. كابتن كلمني عن احتراف مريم، ازاي الموضوع اتعرض على حضرتك ودرسته ازاي وشفت وشايف ده اضافه ازاي لمريم وللفريق طبعا؟ هو طبعا كلموني في الامارات ان هم عايزين مريم تروح تلعب هناك، وده كان اول مره يجي لمريم احتراف خارج مصر، وانا شفت ان هي حاجه كويسه ان هي تطلع وتلعب هناك وتشوف مستويات تانية مختلفة غير مصر بس، وكان حاجة كويسة والحمد لله الأهلي بالنادي ما منعش يعني. ممتاز. كده خدنا موافقة الكابتن رؤوف ومجلس الإدارة وطلعت على طول تلعب معاهم. تمام يا كابتن. طب شايف دي يعني الاحتراف يا كابتن بيضيف للاعبتنا، يعني من وجهة نظر حضرتك الفنية، شايف الاحتراف ده إضافة لينا، إضافة لمصر، إضافة لمنتخبات مصر، شايفه ازاي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا الاحتراف الخارج مصر طبعا دي حاجه كويسه، بس طبعا يعني الاحتراف الاوروبي بيبقى افضل. نعم. انا بالنسبه لمريم، ونتمنى ان مروه يجي لها كمان احتراف ان شاء الله. بنعتبر احترافها في الامارات دي خطوه اولى، بحيث ان تفتح لها طريق بعد كده ان هي تقدر تحترف في الدوري الاوروبي ان شاء الله، وتحترف في اوروبا زي زمايلها في فريق الرجال كلهم. صحيح، يعني دي خطوة الحقيقة يمكن بيبقى صعب شوية الخطوة الأولى، بس طالما مريم خدتها وإن شاء الله مروة تاخد الخطوة دي بعديها بتبقى حاجة إضافة جيدة يا كابتن. طب كلمني عن اشتراكاتك اللي جاية يا كابتن، يعني عندك إيه اللي جاي مهم بالنسبة للفرق كلها؟ والله يا كابتن إحنا حاليا يعني بنستعد لبطولة الدوري، نهائي الدوري، دورتين مجمعتين، ومنتظرين قرارات الاتحاد إن هم يقرروا في بطولة فردية ولا ما فيش، وربنا يكرم. طب مفروض يا كابتن نهايات الدوري هتبقى امتى؟ في شهر كام تقريبا؟ والله هو كان قبل الانتخابات الجديده لمجلس الاداره الجديد كانت في 3. ان انا مع وجود مجلس اداره جديد احتمال المواعيد تتغير، احتمال يحصل حاجات لسه ما قرروش ان شاء الله. طب هو الاتحاد دلوقتي برئاسه، مش هو كان الاتحاد القديم كابتن معتز عاشور صح؟ ما زال هو الرئيس، فما بالتالي مش ما فيش اختلاف، هو بس في اعضاء مجلس الاداره اتغيروا. في اعضاء مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره اتغيروا تقريبا. بالظبط، فيعتبر مجلس جديد ولكن نفس الرئيس بالظبط كده. منتظرين قراراتهم ان شاء الله وربنا يكرم ان شاء الله في الجاي. طب ده على المستوى المحلي يا كابتن، عندك حاجه دوليه ولا احنا يمكن طبعا انت استهليت الموسم بالبطوله العربيه، هلا بطولة افريقيا العربية رجال وسيدات. رجال وسيدات طبعا، وحضرتك نورتنا وشرفتنا فيها. طيب بالنسبة للمستوى الافريقي وعلى يعني على المستوى بطولة افريقيا، يعني الدنيا ماشية ازاي؟ هل اتحدد لها ميعاد؟ انا في اخر مقابلة مع رئيس الاتحاد الافريقي المهندس خالد الصالحي قال لي ان بطولة اندية افريقيا يوم 23/5. ايه ده قربت جدا. يعني ان شاء الله نستعد ليها رجال وسيدات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز بيها ان شاء الله. بس يا كابتن دي كانت بتعمل في اكتوبر صح؟ كانت بتعمل في 7. طب ليه بدروها؟ ده احنا كده بعد رمضان على طول، ده انت هيبقى رمضان. طب كان المفروض تتلعب في اخر 6 اللي فات او 7. طب ايه سببهم او ايه مبررهم ان هم يبدروها؟ مؤجله. لا هي مؤجله مش مؤجله. الأندية الأفريقية بتتعمل كل سنتين. يعني أنتوا كده هتلعبوا بطولتين السنة دي؟ يعني هتعتبر يعني واحدة في موسم 21، يعني واحدة في سنة 21 وواحدة في سنة 22 إن شاء الله. إن شاء الله، بس إن شاء الله يعني بإذن الله يبقى المكسب لينا، يمكن إحنا يعني الحمد لله رب العالمين عندنا فريق رجال وسيدات يعني بيبقى حاجة محترمة، وكمان أكيد يعني ممكن تطلب دعم وأكيد النادي مش هيتأخر. ده اللي احنا بنخطط له ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم النادي يوافق لنا على المشاركه، وربنا يكرم ونكسب ان شاء الله.
الاثنين رجال وسيدات برضه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اشرف، كل التوفيق ليك. كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا بالتليفون على قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا بيبقى كويس جدا لما بيبقى رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق بيبقى فاهم وعارف الاستفاده ايه. والنادي الاهلي زي ما انتم شايفين ما وقفش قصاد حد، جات لك فرصه توكل على الله. يمكن هو يمكن الف كلام ان هو بيتمنى لك ان شاء الله تروح اوروبا، وبيتمنى المروه كمان ان هي تروح لاوروبا.